بعد ظروف الجائحة التي ألمت بكل دول العالم ودول المنطقة ومنها العراق نشوف الوضع اختلف اختلاف كلي وجذري عن ما كان سابقا. الآن العراق حقيقة لديه خطط صحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. هذه هي الخطط حقيقة تتمثل بالتحضير والتأهب للطوارئ والجوائح، وفعلا الآن لدينا فرق وهذه فرق متخصصة وفرق حقيقة مدربة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من أجل التأهب لأي طارئ. عندنا اليوم بالعراق عدد كبير من أسرة العناية المركزة، عندنا في العراق حقيقة عدد كبير من المختبرات الخاصة بفحص الفيروسات والفحوصات الأخرى الساندة. الآن في العراق تم افتتاح عدد من المستشفيات التي كانت بها إضافة نوعية إلى عدد الأسرة الموجودة، مستشفيات أو مدن طبية في النجف وكربلاء والناصرية، وإن شاء الله في شهر السابع والثامن عندنا افتتاحات في البصرة وميسان وأيضا في المحافظات الأخرى. الآن سنة 2022 هناك اهتمام كبير من الحكومة العراقية والدولة بتخصيص موازنات خاصة لدعم القطاع الصحي، وخاصة مسألة الرعاية الصحية الأولية وكذلك أيضا الخدمات الثانوية. الآن مقبلين احنا أيضا على الضمان الصحي وتطبيق الضمان الصحي في العراق، والذي يعتبر أعتقد سوف يحدث حقيقة قفزة في الخدمات وكذلك تغيير في النظام الصحي العراقي. هو اليوم الذي عقد فيه أول مؤتمر للجمعية العمومية لمنظمة الصحة العالمية عام 1948، فاتخذ هذا اليوم عيد. الحقيقة الوضع الصحي بالرغم من كل التحديات التي تجابه واقع الصحي في العراق، إلا أنه هناك تحسن واضح على مستوى الخدمات، وهذه ما أثبتته طريقة استجابة العراق لجائحة كورونا. نعتقد أننا في طريقنا إلى انحسار الموجة نهائيا. الأكيد أننا تجاوزنا ذروة الموجة الرابعة، لكن خطر ظهور موجات جديدة قائم، خطر ظهور متحورات جديدة أيضا قائم. أبطال وزارة الصحة يقدمون أفضل ما لديهم في ظل الإمكانيات المتاحة، الإمكانيات المحدودة، الظروف اللي يعرفها الجميع. وضعنا الآن جيد جدا قياسا للموجات السابقة الثانية والثالثة.